انتشرت ظاهرة اختفاء القبطيات في هذا الشأن. زوجة اسمها غادة صابر في اسمها غادة او بيت قال اسمها نهلة ولا نهى معرفش انا ما بتفرقش معايا مش عايزه اشيرها. السيدة نهى السيد اللي هي اصلا كانت مسيحية وتركت المسيحية ودخلت الاسلام حديثا وعملت قناة على اليوتيوب. اكثر من مليون مسيحي في مصر، 1,160,000 اصبحوا مسلمين او تأسلموا او تركوا المسيحية من عام 1995 حتى الان. طبعا دلوقتي هي نمره واحد على اليوتيوب ما تشهرهاش، واحنا تايهين، واحنا مش عارفين حتى نرد عليها. اول ما الكنيسه وشوف ولادك طبعا ده هياخد وقت. احنا كمسيحيين مش عايزين ولادك يبقوا مسلمين. اللي زعلني ان بالفيديوهات بتاعتكم بتضعفوا الايمان المسيحي الضعيف للناس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إخواني وأخواتي الأعزاء، حياكم الله جميعا وبارك الله فيكم. فضلا وليس أمرا، الاشتراك في القناة وعمل لايك للفيديو وتفعيل جرس الإشعارات علشان يوصلكم كل جديد، جزاكم الله خيرا. الفيديو النهاردة هيكون مختلف، هنتكلم عن قصة أثارت جدل كبير على السوشيال ميديا واللي كانت على قناة المنصر رحومة. القصة بتقول ان في طفل صغير اسمه علاء عنده 9 سنين، ادعى انه شاف المسيح وقال له انت هتكون قسيس ومبشر كبير. علاء بيحكي وبيقول ان المدرس في درس القرآن سأله عايز تطلع ايه يا علاء؟ علاء جاوبه بكل قوة قسيس. فالاطفال ضحكوا عليه وسخروا منه، والمدرس حبسه في غرفة مظلمة في عز البرد. ولما دخلوا عليه لقيوا الغرفة دافية ومضيئة، ارتعبوا منه. رحومة استضاف الطفل ده على قناته وقال ان الطفل ده تم طرده من الملجأ علشان ادعى انه شاف المسيح. احنا هنا النهاردة علشان نكشف الحقيقة ونعرف ازاي طفل صغير ممكن يعتنق المسيحية لمجرد انه قال انه شاف يسوع وهو اصلا ما يعرفوش. فهل فعلا القصة دي حقيقية ولا تندرج ضمن القصص الوهمية المفبركة؟ تابعونا لآخر الفيديو علشان نعرف القصة الحقيقية ونشوف الحقيقة فين. أعزائي المشاهدين، حلقة مختلفة مع أصغر قسيس في العالم. مين اللي عمله قسيس؟ وإيه حكايته؟ وإيه سنه؟ وإيه حواديته دي؟ ده ما ممكن يكون زي ما قالوا له المسلمين، قالوا له أنت ملبوس راكبك جن. النهارده هنعرف من القصه اهو قدامكم، لا حد بيمليه ولا حد بيقول له قول ولا ما تقولش ولا احكي ولا ما تحكيش. ده القسيس المعجزه. طيب لما نتابع ونشوف الفيديو هنعرف اذا كان في حد بيمليه او لا، لان لازم التمثيل بيظهر بهفوات صغيره انت مش واخد بالك منها. ونصيحه ليك، حاول تختار ممثلين برعين علشان ما يغلطوش، وزود المبلغ شوية لأن ال$50 دول ملهمش لازمة دلوقتي. علاء بيتكلم من الأردن ويحكي لكم الحكاية وإزاي طردوه من الملجأ. هما بيسموه المنيم، ما أعرفش يسموه إيه. حكشي ليه؟ الإخوة في الشام بيسموا دار الأيتام أو الملجأ باسم الميتم. واضح ان سمعها غلط من سعيد لانه مش فارق معاه انه يعرف المعلومه. طردوه من الملجأ، لقوه قالوا له انت كافر، ده طفل كافر، ده طفل 13 سنه، الولد اللي قدامكم ده 13 سنه. بس انتوا هتشوفوا الحكمه والروح القدس اللي بيتكلم على لسان هذا الطفل. احنا مش بنالف. كذاب وبطنه فاضيه وبتعشى كوسه ناي. وإيه الدليل إنهم قالوا له أنت كافر؟ وفي أي ملجأ أصلاً كان الطفل ده موجود؟ المفروض إن ملاجئ الأيتام معروفة بأسمائها في كل الدول. أنا بطلبك إنك تقول اسم الملجأ اللي طرد الطفل ده علشان نتأكد من المعلومة إن فعلاً كان في طفل في المكان ده وتم طرده لأنه شاف يسوع. أنت قلت إن الطفل عمره 13 سنة، وأنت برضو بنفسك كاتب في وصف الفيديو إن الطفل عمره 9 سنوات.
فكرتني بالتناقض اللي في الكتاب المقدس لما ذكر ان عمر الملك أخازيا حسب سفر الملوك الثاني 22 سنة، وحسب سفر اخبار الايام الثاني كان عمره 42 سنة. عادي عادي، التناقض ده شيء انتوا تعودتوا عليه. يا راجل انت مش بتقلب برضو قصص وحكايات؟ ده كاتب سفر المكابين قال: فان كنت قد احسنت التأليف واصبت الغرض فذلك ما كنت اتمنى، وان كان قد لاحقني الوهن والتقصير فاني قد بذلت وسعي. ما يا رب، لا بالسن ولا بالغنى ولا بالعمر ولا باي حاجه ولا بالوضع الاجتماعي يا رب، ده انت بتختارنا من المزابل. اعترف على نفسه بنفس ذات نفسه. انت بتختار ولادك يا رب، بتختار ولادك، وشهداء الكنيسة القديسين كانوا في سن علاء وأصغر منه كمان. أشكرك يا رب إنك جبت ابنك يشهد ليك. أشكرك على خدمة سعاد من الأردن. شايفين يا إخوة بيعترف وبيقول إيه على نفسه؟ ده بيعترف إن ربه اللي بيؤمن بيه بيجيب الناس من المزابل. وش معنى ربك اختارك بعد اختلاسك لأموال الحفل الخيري بجامعة المنيا؟ ما اختاركش ليه قبلها بسنة مثلا؟ أو وإنت صغير؟ ليه تحديدا بعد حادثة الاختلاس؟ هل ده محض صدفة؟ واحنا كمان بنضم صوتنا لصوتك وبنشكر سعاد من الأردن لأنها ساعدتنا إننا نعرف الحقيقة. أيوة علاء، احكي لي حكايتك، انت مين؟ انت مين انت؟ انت مين؟ قولي جاي ليه انت؟ عايز ايه؟ صباح الخير يا بابا. انا صباح الفل يا حبيبي. اسمي علاء. صدق. من السعودية. من سوريا. من سوريا. زي ما انت قلت بالظبط. لا حد بيمليه ولا حد بيقول له قول ولا ما تقولش ولا احكي ولا ما تحكيش. احنا مش بنألف حبيبي. اسمي علاء. صدق. من السعودية. من سوريا. من سوريا. ما تركش شوية يا علاء مع عمو رحومة. واضح انك متلخبط بين سعاد وبين رحومة. يا جماعة اعذروه، ده مهما كان طفل. فهل معقولة ان في طفل ما يعرفش اسم بلده وفي الاخر تقولوا احنا مش بنمليه؟ ده انتوا اساتذة في التلقين. انقصف بيتنا بانفجار، وكانت الناس عم تهرب، حاولوا يطلعوا امي وبيي واخواتي، طلعوا ميتين. حبيبي يا ابني مع الأسف ماتوا. لا حبيبي، الناس كانت عم تهرب على لبنان بس احنا هربنا على الأردن. واضح جدا سكتات ووقفات الطفل وهو بيتكلم، واضح ان في حد بيلقنه بيسمع الأول وبعدين يتكلم، علشان كده بيكون في فاصل زمني بين كل جملة والتانية. وهل معقولة في طفل يقول مع الأسف ماتوا من غير ما حتى يتأثر ولا يبكي؟ وبعدين بيقول الناس كانت عم تهرب على لبنان بس احنا هربنا على الأردن. معنى كده انت ما رحتش لبنان خالص، تمام كده؟ الناس كانت عم تهرب على لبنان بس احنا هربنا على الأردن. والحاجة الغريبة واللي بتوضح تأليف القصة دي إن قال جينا على لبنان رحنا على الأردن. جينا على لبنان رحنا على الأردن ورجعنا طلعنا على الأردن، لأن الأردن. يا ابني انت مش قلت الناس كانت بتهرب على لبنان وانت ما رحتش لبنان ورحت الأردن؟ شوية التزام بالسكريبت، ولا كاتب السكريبت ضايعة منه كده خالص؟ ونلاحظ كمان السكتات بين كل جملة والتانية، ده دليل على ان سعاد هي اللي كانت بتلقنه الكلام اللي بيقوله. القصة بلشت، الحكاية بلشت بملجأ الأيتام. هم حطوك في الملجأ. استنى بس عشان الناس تفهم، حطوك في الملجأ ومشوا. ايه ويشكروا. ملجأ الأيتام. ملجأ الأيتام. كان عمرك كام ساعتها تفتكر؟ كان عمري 4 سنين. يا ابويا. طيب تفضل احكي. 9 سنين. قعدت في الملجأ 9 سنين. مش كده؟ ايه. انت سنك كام دلوقتي؟
انت سنك كم دلوقتي؟ 13 سنة؟ ايه 11 سنة. انت سنك 11 ازاي؟ 4 و9 يبقوا 13. 4 سنين بالملجأ. 4 سنين بالملجأ؟ ايه. هلا حاليا عمري 12 سنة. 12 ولا 13؟ قالوا لي 12. قالوا لي 13. لا 12. ماشي يا بابا. ماشي 12 12 زي بعض. هتفرق بيه 12 من 13. يفرق حالك انت مسخرة. المهم ان القصة او الحكاية بلشت بوضع علاء في ملجأ الايتام. وهنا يتدخل الجهبذ رحومة ويقول كان عمرك كام سنة لما حطوك في دار الأيتام؟ فيجاوب علاء ويقول كان عمري 4 سنين وقعدت في الملجأ 9 سنين. ويأكد عليه المعلومة علاء بعد طول تفكير على ما يتلقى الرد من سعاد ويقول له أيوة فعلا قعدت 9 سنين في الملجأ. وبعد كده يسأله رحومة أنت سنك كام دلوقتي؟ 13؟ يعني بيسأله السؤال وبيديله إيحاء بالإجابة في نفس الوقت. لكن سعاد كان عندها سكريبت تاني ما طلعش عليه رحومة، فيقول علاء أنا عمري 11 سنة. فيصحح له رحومة المعلومة ويقول له 11 إزاي؟ ده 4 و9 يبقوا 13. ويرجع علاء يقول لا أنا عمري حاليا 12 سنة. فسعاد تقول لرحومة خليها 12. فرحومة يقول 12 12 زي بعض ومش هتفرق كتير. على رأيك يا رحومة هو في حد من النصارى بيدور وراكو؟ سبحان الله، مش عارفين حتى يظبطوا المعلومات اللي بيقولوها، لأنهم كتبوا في صندوق وصف الفيديو إن الطفل عنده 9 سنوات، ورحومة لما قدم الطفل في البداية قال إن عمره 13 سنة، ولما سأل الطفل قال في الأول أنا عمري 11 سنة، ورجع تاني وقال أنا عمري 12 سنة، وصدق ولا بد أن تصدق يا نصراني. وصدق ولا بد أن إيه؟ أن تصدق. أنا أصبحت ابن المسيح. أكبر الله أكبر الله أكبر. إزاي وإنت صغير يا ابني؟ ما تحكي لي بقى، فهمني. سؤال وجيه من إنسان تافه. هلا رح أحكي لكم القصة والمعجزة. اتفضل. أنا شفت بابا يسوع بالمنام. قال لي أنت راح تصير قسيس كنيسة كبيرة. يا ألف نهار أبيض، يا ألف مبروك. راح كنيسة، خبرت الأستاذ، قال لي راح يبقى عندك كنيسة كبيرة. خبرت الأستاذ، قال لي شو هذا الحكي؟ وفجأة يعلنها علاء بكل فخر أنا طلعت ابن المسيح. فيرد عليه رحومة على أساس أنه تفاجئ من الجملة دي ويقول له إزاي يا ابني وانت صغير؟ فهمني. ويبدأ علاء بسرد القصة والمعجزة اللي حصلت له ويقول أنا شفت بابا يسوع في المنام وقال لي أنت راح تصير قسيس كنيسة كبيرة. ضربك؟ قال لي الأستاذ درس القرآن قال لي شو رح تصير بس تكبر؟ قلت له قسيس كنيسة كبيرة. طب ازاي عرفت ان ده يسوع؟ لما جالك في الحلم ازاي عرفت انه اتأكدت ان ده يسوع؟ سؤال وجيه من انسان تافه. عرفته. تعرفه ازاي؟ احكي لي طيب عشان افهم. خليني يا بابا انت عم بتلبكني. خلص مش هلبكك، قول يا حبيبي. اتفضل. ابو تقل دم امك. سامحني يا ابني. رحومة بيسأل علاء سؤال توجيهي وبيقول له هل المدرس ضربك؟ علاء علشان كان مركز مع سعاد اللي بتلقنه كمل كلامه عادي ولا كأن رحومة بيكلمه خالص، وقال إن مدرس القرآن قال له شو راح تصير لما تكبر. علاء قال له قسيس كنيسة كبير. وهل من الطبيعي إن طفل مسلم لما يقول للمدرس أنا شفت يسوع في المنام يقول له شو راح تصير لما تكبر؟
ايه اللي جاب القلعة جنب البحر؟ وده سؤال وده رد لسؤال تاني خالص. ثم بعد كده سأله سؤال وجيه وقال له ازاي عرفت ان ده يسوع اللي انت شفته في المنام؟ فطبعا واضح ان السؤال ما كانش في المنهج وسعادة لخبطت، فبالتالي قالت للطفل قول ثواني يا بابا انت كده بتلبكني، يعني لخبطتني يخرب بيتك هتفضحنا. عند المدير والمدير عاقبني قال لي هاد لعدة عيك، قال لي شو هاد الحكي، قال لعدة عيد هاد الحكي، قال اذا قلت له حاضر، قال هذا المنام، قال لي هذا المنام من الشيطان. قال لي انت لازم تصلي، قال صار عمرك 9 سنين. احنا كان الاستاذ يجبرنا انه احنا نصلي واحنا ما كنا بدنا. رجعت شفت المنام مرة تانية، أخذني اليسوع على مكان فيه ورد وشجر في نهر، نزلني اليسوع عليه، نزلني بقلب النهر وغطسني بالماء. ليش دقيق رب؟ قال لي هذا نهر الأردن. الله. وعمدني. الله. قال لي انت مسيحي. قال انت الله. على مسيحي. انت ابني. واو. حسيت السلام وانبسطت كتير. والنعمة وانبسطت كتير ولمس قلبي. حسيت حالي طاير من الفرح. أول مرة بحس هيك بهاي الفرح. نشكر الرب على هاي النعمة. كل شعب في العالم عنده رؤية خاصة ليسوع المسيح، فطبيعي جدا انه يشوف المسيح على هيئته. فمثلا الناس في افريقيا بيشوف المسيح على شكل رجل اسمر، والقوقازيون بيشوفوه قوقازي، والاوروبيون بيشوفوه اوروبي، وكمان الصينيين واليابانيين، وكل شعب بيشوفه على شكله، فصورته بتختلف من هيئه للتانيه. فدي صوره يسوع في العصور الوسطى باوروبا، ودي صوره يسوع في الهند، ودي صوره يسوع في الفلبين، ودي صورة يسوع الأفريقي، ودي صورة يسوع في الأرجنتين، ودي صورة يسوع في الصين، ودي صورة يسوع الأوروبي. فيا ترى علاء شاف أي صورة من دول علشان يعرف إن ده يسوع المسيح ويؤمن بيه؟ المهم إن علاء ما جاوبش على سؤال رحومة، وبدأ يسرد الكلام على إنه لما شاف يسوع راح لمدير الملجأ اللي قال له ما تقولش الكلام ده مرة تانية، فقال له حاضر، وقال له المنام ده من الشيطان. ملحوظة، بنلاحظ سكتات كتيرة بين كل جملة والتانية، وده دليل على التلقين، لأنه لو بيتكلم تلقائي مش هيكون فيه سكتات وهيكمل فكرته كاملة. ولهذه اللحظة لم يرد علاء على سؤال رحومة انت عرفت ازاي ان ده يسوع اللي شفته في المنام، لدرجة ان علاء بدأ يقول انه شاف يسوع تاني واخده على مكان فيه ورد وشجر وفي نهر، نزله يسوع عليه وغطسه بالمية وقال له هذا نهر الأردن وعمدني، وقال له انت مسيحي يا ابني، وبدأ يقول كلام كبار مستحيل يصدر من طفل. أيوة انت الوقتي قلت اللي حصل، بعد كده ايه اللي حصل لك لما انت عرفه؟ خبرت رفقاتي، واحد من رفقاتي راح فسد للمدير، والمدير عاقبني وحبسنا بغرفة ما في لا ضوء ولا تدفئة، وكانت الدنيا تلج، صارت الدنيا ليل، وطلعت لي مريم العذراء وأنا صرت أبكي، طلعت على الشباك، طلعت لي مريم العذراء عم تبتسم لي، هيك حسيت بالدفى وطمأنت وفرحت.
وحصلت غرفة زفرة. إجت الأنسة جابت لي أكل وتفاجأت إنه غرفتي فيها تدفئة. مين هي؟ مين هي اللي تفاجأت؟ العالم. العالم اتصدمت، الأولاد والمدرسين في الملجأ وكلهم. نعم. لا غرفتك نقص بابا فيه ثلج وهن ما كانوا حاطين تدفئة. لا تدفئة ولا نور، الأوضة منورة مضيئة ودافئة. هم ارتعبوا خافوا منك. ايه طب قالوا ايه؟ فسروها ازاي؟ فاتوا عندي وخافوا مني. قال هذا لابس الجن. صغير كبير عند المسلمين لابس الجن، هذا لابس الجن. هم طبعا يقولوا غير كده. طيب حكشي ليه؟ ويكمل علاء الحوار ويقول انه قال لاصحابه على موضوع رؤية يسوع في المنام، وان صاحبه راح بلغ المدير باللي حصل، والمدير عقبه وحبسه في غرفة ما فيهاش ضوء والجو برد. ومن المفارقات الغريبة ان مريم العذراء ظهرت له وهي بتبتسم، فحس بالدفى واتطمن وفرح. ولما احد العاملين في الملجأ جاب له الاكل اتفاجئ ان الاوضه فيها دفى، وراح هما سالوا سؤال وقال له مين هي اللي اتفاجئت بوجود دفى في الاوضه؟ علاء جاوب اجابه مختلفه تماما، واضح انه ما كانش مركز معاه علشان بيتلقى الكلام من سعاد، وقال ان العالم كله انصدمت من اللي حصل في الغرفه انها دافيه بالرغم من بروده الجو، والغرفه ما كانش فيها وسائل تدفئه. وتخيل يا مؤمن خافوا منه وقالوا انه لابسه جن. المهم لغايه دلوقتي علاء ما جاوبش على سؤال رحومه، انت عرفت ازاي ان اللي شفته في المنام كان يسوع؟ وطبعا السؤال ده ينطبق على رؤيته لمريم العذراء اللي عملت تدفئه واضاءه للغرفه الموجود فيها. هل الطفل المسلم يعرف يسوع او العذراء مريم علشان لما يظهروا له يعرفهم؟ الاستاذ كل يوم يضربني كل يوم يضربني يضربني، شافت الأنسة وصارت تبكي علي، راحت خبرت والأستاذ كرهني، كان بيطردني من الملجأ، والأنسة صارت تبكي علي وراحت خبرت واحدة رفيقتها، راحت منوني وعايش عيشة، طلعوني من الملجأ وعايش عيشة من فرحتني. لسه بتشوف يسوع؟ نعم كل يوم بتشوفه. كل يوم بتشوفه؟ كل يوم بابا. اوصفولي كده يا علاء، انا عايز 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 اشوفك شفته ازاي. ولما الاستاذ اللي في الملجأ عرف قصته كان كل يوم يضربه وطرده من الملجأ، وفي أسرة تبنته وعاش عيشة فرحته. وبعد كده رحومة رجع يسأله لسه بتشوف يسوع؟ قال له أيوة كل يوم بشوف بابا يسوع. فرحومة سأله نفس السؤال اللي خارج المنهج وقال له طيب وصف لنا كده شكل يسوع اللي شفته؟ وبما إن السؤال كان خارج المنهج ساد صمت رهيب من علاء في انتظار سعاد تمليه الإجابة، لأن سعاد أكيد بتشتم رحومة وتقول له يخرب بيتك فضحتنا. بابا يسوع حلو كتير حلو. وقلبه طيب وبحب الكل. واو بقولك شكله ايه؟ طيب شكله ايه؟ شكله ما بشوف شكله. ازاي يا جدع؟ الله العظيم اللي مش حق. ازاي بسمع صوته وانه نشوف النور قدام؟ نور قدامك بيجي على شكل نور. ايه
طبعا سعيد مش عارفة تطلع من الموقف ده علشان رحومة مصمم يعرف مواصفات يسوع اللي شافها علاء في المنام، فبدأ يقول انه كان حلو كتير وقلبه طيب. يا سعاد ركزي شوية، بيقولك شكله ايه ومواصفاته ايه مش مواصفات قلبه. وبرضه رحومة مصمم يعرف شكله، فسعاد هبتت هبتة ما تخطرش على بال، وقالت لعلاء يقول انه ما شافش شكله بالرغم انه قال كان حلو كتير. فازاي كان شكله حلو كتير وازاي ما شافوش؟ وبعدين بيقول انه بيسمع صوته ويشوف نور قدامه. طيب يا سعاد، ما تعرفيش ان الشيطان عندك وفي كتابك اللي بتؤمني بيه بيغير شكله لشبه ملاك نور؟ والنص ده ورد في رسالة بولس الرسول الثانية الى اهل كورنثوس، ولا عجبة لان الشيطان نفسه يغير شكله الى شبه ملاك نور. وفي نهاية الحلقة بيشكر رحومة المتابعين وبيقول سعاد محتاجة حاجة، فيا ترى سعاد هترد عليه وتقول له ايه؟ اعزائي المشاهدين، عايزه تقولي حاجه يا سعاد؟ احنا كم لزام ابوك؟ ايه عن الحنك اللي معفن دي؟ سعاد، الخادمه اللي في الاردن عايزه تقولي حاجه؟ الله يخرب بيتك، فضحتنا. وصلنا لنهايه الفيديو، والنهارده كشفنا الحقائق اللي وراء قصه الطفل علاء من خلال تحليلنا للفيديو اللي كان على قناه المنصر رحومه. توصلنا لعده نقاط مهمه. اولا، وضح ان الطفل تم تلقينه من خلال سيدة تدعى سعاد من الاردن، وده بان من طريقة كلام الطفل اللي كان بيتلعثم كتير لما كان بيتسأل عن مواصفات يسوع اللي شافها في المنام. رحومة كمان وجه للطفل اسئلة غير متفق عليها مع سعاد، ولما الطفل معرفش يجاوب سعاد تدخلت وقالت انه ما شافش يسوع بس شاف نور وسمع صوت. دي كلها دلائل بتوضح ان القصة دي متفبركة أو مش حقيقية. إحنا هنا مش علشان نحكم على حد، لكن دورنا نوضح الحقائق ونكشف أي محاولات لاستغلال الأطفال في قصص ممكن تكون غير حقيقية. أتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو، ولو عندكم أي تعليقات أو أسئلة سيبوها في الكومنتات، وما تنسوش تعملوا لايك واشتراك علشان يوصلكم كل جديد. شكرا لمتابعتكم، ونشوفكم في الفيديو الجاي إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.